فاضل الأستاذ أحمد الراشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم، المستر جيمس سيلبي الخبير الفني في الاتحاد، الكابتن هارون طبعا غني عن التعريف، الأخوة الدارسين، أرحب بكم طبعا في ختام ورشة عمل مدربي حراس المرمى. راح يجي الوقت لكل مجتهد نصيب، ربما خلال سنوات نشوف بعضكم في المنتخبات الوطنية، نشوف بعضكم في دوري المحترفين مدربين حراس أندية، وهذا وقتكم لأن في تخصص حراس المرمى هذا تخصص مهم جدا على حال المدرب الأساسي. أتمنى لكم كل التوفيق.